اعترفت اليونسكو مؤخرا باحتفالات رحلة العائلة المقدسة بوصفها من مظاهر التراث غير المادي. هذا الإنجاز هو ثمرة جهود مصر خلال سنوات، آخرها في اجتماعات اللجنة الحكومية الدولية لليونسكو لصون التراث غير المادي والتي انعقدت في مدينة الرباط المغربية. لمزيد من المعلومات تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة نهلة إمام، ممثلة مصر وخبيرة التراث غير المادي في لجنة التقييم بمنظمة اليونسكو. أهلا بك دكتورة نهلة. مساء الخير. أهلا يا فندم. مساء النور. إيه أهمية يعني تسجيل هذه الاحتفالات على قائمة التراث غير المادي في اليونسكو؟ طيب، أحب أقول إن دي اتفاقية موقعة عليها مصر، يعني ملزمة بكل بنودها. أهميتها إن إحنا كل سنة أو كل سنتين بمعنى أصح بنسعى إلى تسجيل عنصر من عناصر التراث الثقافي الغير مادي المصري على قوائم الاتفاقية. هذا اعتراف دولي بأن هذا العنصر موجود في الدولة وإن الدولة بتهتم بيه وبتصونه وإنه يمثلها. السنة دي كان العنصر هو الاحتفالات المرتبطة بالمسار. نعم. طبعا ده يفرق عن المسار، المسار نفسه كلنا نعلمه طبعًا. ولو كنا عايزين نسجل المسار هيبقى له اتفاقية تانية، هي اتفاقية التراث الثقافي العالمي اللي بتهتم بالمواقع واللي مصر برضو نشط عليها ومسجلة مواقع أثرية كتير. عظيم. طب دكتورة نهلة، ايه الخطوات القادمة بعد هذا الاعتراف؟ مصر الحقيقة بتعد خلاص ملف سيقدم عن آلة سمسمية، وهي آلة موسيقية شعبية منتشرة في مدن القناة وفي النوبة وفي مدن وفي أماكن كتير في مصر. مصر بتشترك مع مجموعة من الدول العربية في إعداد ملف حول العمارة الصينية، ويحكم لنا أيضا ملف حول النقش على المعادن النحاس والذهب والفضة، ثم ملف واعد جدا تشترك فيه معظم الدول العربية عن الحناء، الحنة. نعم. دكتورة نهلة إمام، خطة. أيوه. احنا في وزارة الثقافة وضعنا خطة للتسجيل. أيوه. وخطة للتسجيل أيضا على المستوى الوطني لإقامة أرشيف للتراث على المستوى الوطني، وخطة لحماية الحرف. فوزارة الثقافة قررت أن تضع خطة. أيوه. أنا بشكرك جدا دكتورة نهلة إمام، ممثلة مصر وخبيرة التراث غير المادي في لجنة التقييم بمنظمة اليونسكو. شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة.